صباح الخير، صباح الفل على كل اخواتي جوات الحمام. هنشوف مع بعض دلوقتي عيش الفرد الحمام النفاخ او عيش الحمام لينا، هو احلى حاجة بتخلينا نربي حمام. فهنشوف مع بعض دلوقتي. ابص انا خايف بس اللي يضربني قبل كده في عيني. الناس بقى اللي هتسألني ازاي دربته وازاي بتدرب الحمام وازاي خليته يسمع كلامك، هقول لكم في فيديو موجود على القناة. بص على الفيديو، دور عليه ازاي تعود الحمام ياكل من ايدك ويقف على ايدك، وهتعرف ازاي تدرب الحمام ان هو يحبك ويسمع كلامك. ياريت ما تنسوش تشتركوا في القناة وتدوسوا على رسمة الجرس اللي جنب الاشتراك، تعملوا لايك على الفيديو، واللي عنده اي استفسار يكتبوا لي في تعليق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنساش لو مش مشترك في القناة تضغط على كلمة اشتراك او سبسكرايب بالانجليزي، وهتلاقي ظهر جنبها رسم الجرس، هتدوس عليه كده عشان يظهر لك اشعار باي فيديو جديد. كمان ما تنساش تعمل لايك على الفيديو، ولو عندك اي استفسار هتكتبه في تعليق وانا هرد عليك.